يعني بصراحة الرياضة والفن من الحاجات اللي دايما كده بتساهم في بناء شخصية أي إنسان. إحنا معانا وإحنا كمان خلينا نقول إن إحنا بنركز في البرنامج ده على كمان الجانب الرياضي عند الناس المعروفة، سواء فنان، شخصية معروفة، شخصية عامة. معانا زي ما كنا بننوه في بداية الحلقة النهاردة، النجم ولا الفنان ولا الإعلامي، هنا نرحب بعمرو رمزي. يا صباح الفل صباح عليك. صباح الفل. ما ينفعش تكون معانا صباح العسل لما تيجي بتريت ملهاش حل. الناس عايز اقول لك انت عملت شغل النهار بالبرنامج ده. أيوة. والله العظيم صحيح منور الدنيا. ربنا يخليك يا كريم. صباح الفل. لا هي كسرت الدنيا انا فاكره رمضان 2007 و2008 انت كنت هتعمل مفروض 30 حلقه بس خليتهم 60 حلقه لان البرنامج نجح جدا وقتها. هم قبل ما يتعرض بقوا 60، ان احنا اول ما بعتنا الحلقات صبح الناس الاول طبعا اول ما بعتنا الحلقات للشركه المنتجه يعني وكده، فقالوا ده لو اتذاع منه حلقه خلاص اتكشف ومش ممكن هينفع تستضيف حد تاني. اه طبعا. فبسرعه بعتوا شنطه فلوس تانيه. هو ده في اشاره لمصداقيه البرنامج على فكره، النقطه اللي انت بتقولها دي. كانت حاجه بس هو كان صعب انك تسجل بقى في حوالي 20 25 يوم، اقل من 25 يوم 60 حلقه، كان صعب قوي. ضغط كبير.